بالرغم من أن صناع مسلسل بيت صدام اختاروا موسيقى فيلم العراب للترويج لعملهم الدرامي الذي يتناول سيرة الرئيس العراقي السابق، إلا أن التشابه بين العملين ذهب إلى مدى أوسع من مجرد استخدام قطعة موسيقية. The downfall of a dynasty. House of Saddam. Brand new drama coming soon to BBC Two. فالحلقة الأولى من مسلسل بيت صدام والتي بثتها قناة بي بي سي التلفزيونية الثانية للمرة الأولى مساء الأربعاء الماضي لم تخرج عن ما ورد في الدعاية من محاكاة لفيلم العراب. فقد قدم صناع العمل الرئيس العراقي السابق وعائلته بنفس الطريقة التي قدم بها المخرج الأمريكي الكبير فرانسيس فورد كوبولا عائلة كوليوني الإيطالية في فيلم المافيا الشهير العراب عام 1972. فمشهد تنحي الرئيس العراقي السابق أحمد حسن البكر وتسليمه السلطة لنائبه صدام حسين المجيد في صيف عام 1979 حاكى بدقة مشهد مبايعة مايكل كوليوني زعيما لعائلة كوليوني في المشهد الأخير من فيلم العراب. صدام حسين المجيد My President تازم علي طارق عزيزي My President حمداني My Friend Mr. President حتى الإضاءة وزوايا التصوير في مشهد تنحي البكر ومبايعة صدام من قبل رفاقه في حزب البعث كانت شبيهة بتلك التي رأيناها في مشاهد مكتب الدون فيتو في العراب. وفي مشهد تال نشاهد اجتماعا لحزب البعث يعلن فيه البكر تنحيه عن الرئاسة وتسليمه للمسؤولية إلى نائبه صدام، لكن عضوا في الحزب اسمه محيي عبد الحسين المشهدي يعترض بشدة وغضب، فينظر له صدام نظرة حاسمة ويخبره أن هذا هو قرار الرئيس البكر، وبعد ذلك ينظر إلى أخيه بارزان التكريتي الواقف بعيدا فيهز بارزان رأسه بالموافقة. Mr. President, this is absurd. Now is not the time to be stepping aside. We are on the brink of a new era in Arab brotherhood. Comrade Meshadi, he has made up his mind. Well, we must respect his decision. هذا المشهد رأيناه أيضا في الجزء الثاني من العراب الذي أنتج عام 1974، حيث يحتضن مايكل كوليوني أخاه فريدو المتورط في محاولة اغتياله الفاشلة، وينظر إلى مساعده وحارسه الخاص النيري والذي يهز رأسه بالموافقة. كما حدث في الفيلم عندما أعدم النيري فريدو تحت نظر مايكل يحدث في المسلسل، حيث يعدم مشهدي بعد أن يعذب ويجبر على أن يقول أمام مؤتمر لقيادات وأعضاء حزب البعث إنه متورط في مؤامرة لقلب نظام الحكم وإن هناك قائمة بأسماء المتعاونين معه. Since 1975 I have been part of a Syrian plot to overthrow both comrades Saddam and al-Bakr. ولا تتوقف المحاكاة بين المسلسل والعراب عند هذا الحد، فشخصية أم صدام وأهميتها في العائلة تذكرنا بأم مايكل كوليوني في فيلم العراب، لكن في المسلسل تبدو أم صدام شخصية أقوى وأكثر حزما. ففي عدد من المشاهد تأمر ابنها بأن يستعين فقط بإخوانه غير الأشقاء وتقول له إن رابطة الدم دائمة لا تزول، وتوصيه بإبقاء بارزان قريبا منه. Where is بارزان؟ Where is Sababi, Batman? They're busy. They should be here. Ali Hassan al-Majid is here. He brings his cousin Hussein. Who is also my cousin, Mama. What do you want in the name of Allah? It is your brothers that should be always here beside you at the council. Half brothers. ومن الأشياء اللافتة في الحلقة الأولى من المسلسل أن نرى صدام وهو يتابع تصوير فيلم الأيام الطويلة، وهو الفيلم الذي يتعرض لفترة الستينيات السياسية في العراق، والتي كان الإعلام العراقي حينها يريد أن يثبت بأنها الفترة الهامة في تاريخ حزب البعث التي مهدت لاستلام السلطة في 17 من يوليو تموز عام 1968. The film will cover the early life of our president when he was fighting for a free Iraq. It's for the people, for the purposes of morale. صدام! أمو! What an honor! لكن الفارق بين فيلم الأيام الطويلة ومسلسل بيت صدام أن الأول كان بروباغندا دعائية سياسية هدفها تمجيد صدام، فيما الثاني جعل من صدام زعيما من زعماء المافيا مثل هؤلاء الذين شاهدناهم في فيلم العراب.
My president. I came as soon as I got your message. Is there something wrong? Danny. Forgive me. You were always my friend. I have nothing to forgive you for. أحمد صلاح زكي, BBC, London.